English now. Grade 5. Unit 4. Shopping. Lesson 3. The difference between hear and listen. 1. Hear يعني يسمع. Heard the verb irregular بحط له بس دي في الماضي. تمام كده سنة خمسة. يعني ايه hear؟ If you hear something or the sound comes into your ears. يعني اي صوت بيجي على ودني انا بسمعه، مش قصد ان اسمعه حد معدي بيتكلم جنبي، تلفزيون شغال، اي حاجة انا مش مركزة معاها وبسمعها، دي اسمها ايه hear. زي ما اقول ايه I heard a dog barking in the middle of the night. يعني انا سمعت كلب بيهوهو في نص الليل. تمام كده؟ يبقى hear ده انا حاجة بسمعها مش متعمدة ان انا اسمعها. معايا كده سنة خمسة؟ عندنا ناس محرومين من نعمة السمع. بقول some people can't hear, they aren't deaf. يعني الناس اللي محرومين من نعمة السمع بسميهم الأصم أو الإيه أو الأطرش زي ما احنا بنقولها. وزي ما احنا لسه قايلين ان hear الماضي منها heard بحط لها بس في الآخر دي عشان دي verb irregular. نيجي بقى listen يعني يستمع. listen يعني يستمع. to pay attention to what someone is saying or the sound that you hear. يعني ايه الكلام ده سنة خمسة؟ to pay attention يعني انت بتنتبه لصوت معين انا عايزك تسمعه، انت بتركز قوي علشان تسمعه. دلوقتي انت وانت بتسمعني وانا بشرح الليسون ده انت مش مضطر ان انت تقعد، صح؟ انت منتبه لي، انما انت مستمعني كده يبقى انت مركز معايا عايز تسمعني وانا بشرح، ده listen. اما بقول لك listen the children are singing، الاطفال بيغنوا، يبقى انا انت بتركز او بتدي ودنك للولاد دول عشان تسمع صوتهم وهم بيغنوا. يبقى listen انا بتعمد ان انا اسمع، مش غير هير خالص. هير اي صوت بيعدي على ودني فانا بسمعه، انما listen انا بركز مع الصوت ده. بقول he always، هقول listen ولا hear؟ لا، listen to his teacher attentively، يعني بيستمع لمدرسينه بايه؟ بانتباه. ده كده الفرق بين listen و hear. ولسن الماضي منه listened بحط له ed verb regular. listen listened. listen لما بتيجي في اول الجمله بتبقى بعديها علامه تعجب اللي هي بنسميها exclamation mark. listen وبكمل بقى ايه، بقول لك اسمع وبعدين بقول لك الجمله بتاعتك. لكن لما بتيجي في النص بقول لك اسمع استمع الى، بقول listen بيجي بعديها preposition to. listen to.